ايش بالشمال جتنا على اليمين باليمين بالشمال. بديش واحد يثبت الكوره بديش بدل شوي هوب الأولاد على الملعب المعشبة يستمتعون جدا في كرة القدم، يتعلمون المهارات بشكل احترافي. الملعب المعشب يساعد الأطفال على تعليم كرة أو تعلم كرة القدم بسهولة أكثر من أي ملاعب أخرى طينية أو صلبة الأسفلت أو إلى آخره. طبعا الملاعب المعشبة هي ملاعب جديدة نوعيا على قطاع غزة. احنا بنيجي هنا بنلعب كل اسبوع، كل اسبوع يوم نيجي بنلعب هنا، بنضيع وقت وبنتسلى مع الاصحاب من الوقت الفارغ الكبير اللي عندنا، فبنيجي بنلعب هنا بنقسم مع بعض اصحاب نتسلى وبنلعب. فمن الوضع اللي بنعانيه من كثرة قطعة الكهرباء اللي يعني بنشوفها احنا والوضع اللي بنعانيه في قطاع غزة، فبنيجي بنضيع وقتنا هنا وبنتسلى مع الاصحاب، ووقت للترفيه وبرضه رياضة لجسم البني ادم، فيعني بننبسط مع بعض. وبرضه هذه رياضه وهذا الملاعب برضه اكثر امان من الملعب اللي برا، كنا بنلعب في الشوارع يعني فيش ملاعب تحوينا، لانه انت عارف الشوارع مليانه قزاز ومليانه حاجات ممكن تضر في البني ادم، فبنيجي على الملاعب هذه اكثر امان واكثر التزام وبنلعب وبننبسط. بالنسبة للملاعب الصناعية اللي صارت بكثرة في قطاع غزة، يعني للشباب كويسة وبتبعدهم عن البؤر الخارجية ونشاط وبتعيد النشاط للشباب. بالنسبة لهذه الملاعب المخصصة أسعارها رخيصة كويسة، غيرتنا عن الملاعب الأرضية والملاعب الرمل، لأنها شايف أنت القطاع صار كثافة سكانية كبيرة وبطلا في ملاعب رمل زي أول. اليوم كله ملاعب معشبة وصناعية محترمة كويسة للشباب، سعرها رخيص، يعني في الساعة كل واحد بيطلع عليه 5 شيكل، 50 شيكل الساعة. أكثر أماما بكثير، بنلعب مرتاحين، ما حدش بدوش، فيش شو اسمه، بتلعب بعد فترات العمل والشغل والدراسة ليلا أو نهارا أو بعد العصر في الوقت اللي بريحك، مش زي الملاعب الرمل طبعا لا في أضواء كاشفة ولا في أي شيء موجود. هذه الملاعب وفرت علينا كثير، بنلعب مغطى بالنسبة للمطر ولا في الشتاء كويسة ممتازة جدا جدا، أرضيتها كويسة وممتازة. حلو والله. والله ما يعرفون يا جماعه مين.